مرحبا يا جماعة، معكم خليل الشريطح. اليوم راح أحكي لكم عن تب في الآيفون. تب جميل وحلو، هي قائمة مخفية تقريبا، يعني مش الجميع بعرفها. القائمة هي بتساعدك في إنه تعمل نسخ ولصق للتكست أو للنصوص اللي أنت بتحددها. طبعا معروف إنه أنت لما بدك تعمل نسخ ولصق بتعلم النص، وبعدها بتعمل من هاي القائمة كوبي وبيست وغيره. ولكن راح احكي لكم طريقة اجمل من هيك بكثير، انه بتستخدم انت 3 اصابع وبتعمل 3 اصابع تاتش مرة واحدة على الشاشة. راح تظهر عندك القائمة مثل اللي ظهرت في الاعلى هاي، بتختار منها قص ونسخ ولصق وغيرها. طيب الطريقة الاجمل من هيك انه بتقدر انت تستخدم برضو 3 اصابع في انه اذا عملت انت زوم ان وزوم اوت تعمل نسخ ولصق، زوم ان وزوم اوت مثل هيك، زوم اوت بيعمل لصق مثل ما احنا شايفين. بينما لو انت حددت النص او الكلمة وعملت زوم ان تعمل نسخ مثل ما انت شايف، طلع عندنا هان كوبي عمل نسخ، لو عملت زوم اوت بعمل ايش؟ بعمل لصق. اعملوا متابعة للقناة لحتى يوصلكم كل جديد.